في أزمة المياه أيضا طالب أهالي منطقة القاطون والمفرق في محافظة ديالى الحكومة المحلية بحل مشكلة شح المياه في مناطقهم، وقال مواطنون إن مناطقهم تعاني من الانقطاع المستمر للمياه ناهيك عن عدم استخدامها كمياه صالحة للشرب. والله المعاناة هي مثل ما تشوفون انتم، هاي حالكم حال حالنا حال هاي المنطقة كلها. بالنسبة للمي ماكو، بالنسبة للكهرباء تعبانة، خدمات يعني شوفت عينك. إذا المنطقة يعني راجعنا بها يقول ما داخلة طابو، لأن لو داخلة بلدية يقولون ما فرقكم خدمات، بس هي اللي داخلة بلدية اللي قدامنا ذيش منطقة المفرق اللي فوق الطابو، يعني مثل ما يقول احنا حالتنا يمكن أحسن من عندهم. ماي ماكو، ثاني اشتكينا هواي على الشغلات هاي مجلس محافظة، يجون 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 هنا للحكومة، يجون يجون صدر كذب، واحنا ماكو كلش ما يسوون، وهاي المجاري شوفوا بعينكم، وهواي شغلات ما يسوي هاي، شوف انا ماي الساعة من ناكل سدونا من جماعة. والله مشيت الماي، يعني ماي من شهر السادس واللي جاي ماكو ماي، مستحيل اكو ماي. يجينا باسبوع 8 أيام يجينا ماي مالح، يعني اذا صوبين بيه ما تصوبن، اخر شيء نشتري نضل نشتري ماي، ماكو ماي.